السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، ولا كانت هذه اول مره كتشوفوا هاد القناه ديالي، ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كتزيد، كتشجعني اكثر واكثر. كما شفتوا في العنوان، ان شاء الله غادي نشارك معكم النهار ديالي. مشينا للاكستريم بارك ديال اكادير، في كاينين اللعاب، نمشيو نلعبوا شويه، نطلعوا شويه ديال الادريلالين، نخرجوا الطاقه السلبيه. صراحه بلاصه اللي هي زوينه، عائليه، زعما تمشي لها كالعائله، فيها لعاب اللي هي زوينه، قياس ديال الدراري الصغار هكا 3 سنين 4 سنين، وكاينين اللعاب اللي هما كبار، وكاين كالعاب سحريه. الممكن زعما كاين بزاف ديال اللعاب زعما زوينين متنوعين. المهم دابا غادي نخليكم على فيديو، تفرجوا تشوفوا الاجواء تما كيفاش دايره، وتشوفوا هكا دوك الالعاب كيفاش دايرين، وفرجه ممتعه. Thank you.
Thank you.
هنايا كما كتشوفوا من بعد ما سالينا دابا راجعين للدار من بعد واحد النهار كما شفتوا لي زوين صراحه لعبنا نشطنا صراحه داز نهار زوين بزاف كما شفتوا كاينين لعب زوينين لعبت انا ثلاثه ديال اللعب من الاخرانيه هي اللي دوخاتني بزاف زعما صافي لفان ديال لفان زعما دوخاتني ني ديال المعقول عرفتي النهار كامل حتى كاع رجعت للدار وبقيت دايخه ولكن داكشي داز زوين صراحه اللعب لي هي زوينه صافي دابا غنرجعوا للدار كما كتشوفوا نرتاحوا شويه ندوش حيت كان النهار اللي هو كان سخون شويه صافي ونرتاحوا وهكذا كيكون الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو كنتمنى انه يعجبكم وكما كنقول لكم ديما الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك زوين بحالكم وشي تعليق لي كيكون محفز والى فيديو اخر بسلام عليكم وخليت لكم السلامه باي باي.